ومشاهدينا نستمر في المتابعة وتحليل ذكرى 69 للثورة 23 من يوليو المجيدة، وانضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، نحن نتحدث عن ثورة غيرت وجه الحياة في مصر تماما مثلما فعلت ثورة 30 من يونيو، في رأيك العنوان الأبرز الذي تختاره كعنوان للاحتفاء بهذه الثورة؟ هو طبعا انه الماضي يرسم الحاضر، يعني كل حدث بيتم تقييمه بتاريخه في زمانه ومكانه، وانه النهارده المستقبل اصبح هو الاهم. يمكن كلمه الرئيس يتحدث فكره اعاده البناء، انه التحديات بقت مختلفه لكن تظل الفكره الرئيسيه قائمه، انه اراده الشعب هي اللي بتعمل التطور، هي اللي بتعمل التنمية، هي اللي لأنه الشعب في النهاية هو اللي بيحمي هذه التحولات وبيحمي هذه التحركات، وهو اللي بيدي الثقة للقيادة وللدولة. لأنه ثورة 23 يوليو بالتأكيد جت في وقت صعب، في حالة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في حالة استقطاب، في أقطاب استقطابات بين معسكر شرقي ومعسكر غربي، حرب باردة. يعني مصر حرصت على انها تعمل عدم انحياز، انها ما تنضمش لمصالحها تبقى هي الاهم. حركه تصنيع كبيره نقلت مصر من مجرد دوله زراعيه الى دوله لديها مشروعات صناعيه وتحولات مختلفه، السد العالي والكهرباء، تاميم القناه، ثم السد العالي ثم الكهرباء للصناعه والاستهلاك. النهارده طبعا العالم اتغير، عدد السكان اختلف، التحديات نفسها اختلفت، شكل العالم والإقليم اختلف. النهاردة ما ينفعش نقيم ثورة 23 يوليو بمفاهيم وقواعد دلوقتي، في نفس الوقت دلوقتي التحديات بقت مختلفة. يمكن الدنيا اتغيرت، شكل الصراعات في العالم، شكل الاستقطابات في العالم، المصالح بتحكم أكثر. نعم. عدد السكان طبعا تزايد، وبالتالي محتاجين الأراضي الزراعية اللي كانت في الإصلاح الزراعي في جزء منها تآكل بالبناء وبالتصقيع. مصر النهارده بتتكلم على دلتا جديدة، على تنمية جديدة، على حياة كريمة لبيئة صياغة الريف وبنائه. التحديات ما تزال طبعا التصنيع وتسلية التنمية، في إصلاح اقتصادي الناس تحملته بقوة، في إرهاب ما كانش موجود في السابق أصبح موجود. فشكل العالم وشكل التحديات مختلف، وبالتالي شكل التعامل معه مختلف. كل زمن له قوانينه، لكن تبقى التحديات قائمة. بالمناسبة يعني احنا واجهنا مؤخرا 30 يونيو واجهة الإرهاب، واجهة محاولات الاستقطاب الدولية، محاولات التدخل والتحريض، منصات إعلامية مختلفة ما كانتش موجودة بنفس الكثافة في السابق، الوضع كان إعلاميا أقل تعقيدا مما هو الآن، مجرد إذاعة وشاشات تلفزيون. النهاردة في آلاف الشاشات، في الإنترنت، في غيره. فبالتالي من المهم جدا إن احنا نحاكم كل فترة بقوانينها وقواعدها، وإن احنا ما نقدرش نحكم على ثورة يوليو وقواعد دلوقتي. في وقتها كان لها إنجازاتها، في وقتها كان لها خططها. لكن يعني بالحديث أكيد يعني ما من شك أن التحديات اختلفت وكل المعطيات اختلفت، لكن هناك ملفات تأثرت بكلا الثورتين فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية طبعا، وفقا لكل معطيات ترتبت عليها ثورة 23 من يوليو أو ثورة 30 من يوليو، ملفات مثل الصحة أو التعليم. هنا الحديث عن أوجه التشابه. طبعا التحديات يعني متشابهة ولكن الظروف مختلفة. زي ما احنا أشرنا في البداية، كان مصر كانت بنتكلم 25-30 مليون بتقدر تبني مستشفيات، توفر مدارس وقتها للي موجودين. النهارده احنا بقينا تخطينا ال 100 مليون، نصيبنا من الميه ثابت هو زي ما هو 55 مليار متر. محتاجين نزود نصيبنا من الميه، محتاجين نزود فصول اكثر ومستشفيات ونبني. في حاله توقف ايضا الحقيقه خلينا نقول انه حصل يعني تراجع في عدد المستشفيات وعدد المدارس على مدى عقود. النهارده 30 يونيو بتحاول تعيد بناء نظام تامين صحي شامل معمول به في العالم متاخر في مصر كثيرا، كان يمكن
يعني هو نظام مهم لتوفير العلاج للجميع. مصر النهارده خاطت في خطوات مهمه، وبعض المحافظات بالفعل بدات تطبقه. المدارس والتعليم، لانه عدد بيزيد، الاراضي نفسها زي ما احنا اشرنا في جزء من الدلتا القديمه بيتآكل ومعرض للملوحه وغيره، في نفس الوقت البناء عليه والتسقيه وكده والتجريف على مدى سنوات. النهارده في الدلتا الجديده بتضيف 1.5 مليون فدان، اعتقد ده هيبقى اضافه جغرافيه مهمه في مجتمعات جديده بتدين. فده بيأكد برضو اللي احنا بنقوله، ان كل زمن له تحديات. النهارده الاصلاح الاقتصادي كان صعب، الانظمه الاقتصاديه نفسها كانت صعبه. نعم. ما كانش في الستينيات والخمسينيات ما كانش الاشتراكيه خيار كان موجود في دول كثيره وتدخل الدوله. النهارده شكل النظام الاقتصادي اختلف في العالم، بقى فيه نظام مختلط تعاوني وراسمالي، راسمالي بدرجه اساسيه في المنافسه بين الدول الكبرى. في دول ما كانتش موجوده في خرائط المنافسه الاقتصاديه، النهارده بقت موجوده زي الصين، زي اليابان، زي اسيا. النهارده في الامور الاسيويه التنميه النهارده مش مرتبطه فقط بزراعه وصناعه، لكن كمان مرتبطه بتوسع جغرافي وتوسع افقي وراسي وتطبيق للعلم بشكل كبير، وتطبيق وتطوير التعليم حتى يناسب السوق ويناسب الحركة البناء وحركة الاقتصاد اللي بتتغير في العالم وشكل الأعمال. العالم النهاردة بقى أكثر تعقيدا بما يتاح له من إمكانيات. زي ما احنا أشرنا، منصات النشر النهاردة مختلفة، الإنترنت مختلف، التقاطعات والآراء مختلفة. صحيح. وبالتالي بتخلي العالم أكثر تعقيدا. أشكرك أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.